المنصة جاهزة في كوريا الجنوبية. هنا سيلتقي وزراء المالية ومحافظو بنوك أكبر اقتصاديات العالم على أمل إيجاد اتجاه جديد للنمو العالمي، لكن المخاوف من حرب عملات تهدد بالإطاحة بخططهم، فاليوان عملة الصين هي الموضوع الساخن وسبب النزاعات الحادة مع الولايات المتحدة الأمريكية. هناك قلة صبر في الجانب الأمريكي لأن اليوان الصيني لا يتجاوب بسرعة وبشكل كاف، والصبر نفد عند الصينيين لأنهم يرون تدخلا أجنبيا في السياسة المحلية، وآخر شيء يريدونه هو رفع قيمة عملتهم بسرعة والتسبب بمشاكل للمصدرين الصينيين. العملة المتدنية تعني قدرة تنافسية أكبر في مجال التصدير ودفع النمو الاقتصادي، ولتخفيض قيمة الدولار لوحت الولايات المتحدة بجولة جديدة من طبع وضخ الأموال لشراء البوندات، ما جعلها موضع اتهام الصين بأنها تطبق معايير مزدوجة. وفيما يصارع اللاعبون الأساسيون لإبقاء العملات منخفضة، يتزاحم المستثمرون لتحقيق أرباح في هذه الاقتصاديات الناشئة، لكن العملات الأجنبية تسبب حماوة في الأسواق المتقلبة. خطر تدفق الرسميل بسرعة هو بسبب إعادة سحبها، وهذا يسبب تقلب أسعار العملات، ففي البداية ترتفع وتوقف القدرة التنافسية للصادرات، ثم تنخفض وتؤذي المستهلكين. ليست الاقتصادات الناشئة هي التي تشعر بالأزمة فقط، فاليابان قامت الشهر الماضي باتخاذ إجراءات لكبح جماح الين إزاء الدولار الأمريكي. إنها ليست دائما الطريقة الأفضل لإدارة أسواق العملات، ومع ذلك إنها إحدى الطرق لوقف الصعود الكبير للين، والحكومة اليابانية نفذت عملية صقل. ومع ازدياد المخاوف من أن تكون السيطرة على العملات مقدمة لسياسة الحماية الاقتصادية، تواجه مجموعة العشرين مهمة هائلة، وهي التأكيد على أن اختلالات العملات لن تهدد التعاون فيما بينها.